اخوان الاعزاء، الله يمسيكم بالخير. اليوم بدنا نحكي عن موضوعين، الموضوعين في بينهم ترابط كبير، موضوع اقليمي وهو نية الكيان الصهيوني بضم منطقة غور الاردن الى اراضيه، والموضوع الثاني هي الاحتجاجات التي تجتاح دول العالم ضد العنصرية وقوانين العنصرية. طبعا احنا ليش بدنا نحكي مع الموضوعين، بدنا نحكي عن الموضوعين هذول مع بعضهم؟ لانه لو رجعنا بالتاريخ نجد انه المسبب لهؤلاء لهذول المشكلتين او هذول الموضوعين هو نفسه الاجراءات الاستعماريه اللي كانت تقوم فيها الامبراطوريه البريطانيه والوريثه لها اللي هي سياسات الخارجيه الامريكيه. اول شيء خلينا نحكي عن غور الاردن. يتجه نيه الكيان الصهيوني الى ضم غور الاردن الى اراضيه، وغور الاردن تشكل تقريبا 30% من اراضي الضفه الغربيه، وهي منطقه جغرافيه تمتد من جنوب بحيره طبريه الى شمال البحر الميت من الجانب الغربي من نهر الاردن. كثير بيعتقد انه يعني كثير ناس سمعناهم بيعتقدوا انه الغور الموجود عندنا داخل الحدود الاردنيه، لا، هو المنطقه هاي اسمها غور الاردن ولكن هي ضمن حدود فلسطين التاريخيه من غرب بحيره طبريه الى شمال البحر الميت. هاي المنطقه بسكنها تقريبا 65 الف فلسطيني، وال20 ولا 25% من اراضي هاي المنطقه ملكيات خاصه لاخواننا الفلسطينيين. في هاي المنطقة أراضي خصبة جدا وأبار مية وأبار جوفية وموارد مياه، ومنطقة الأغوار هاي المناطق دائما يكون فيها الزراعة على مدار العام. طيب، فكرة ضم غور الأردن فكرة قديمة نشأت عام 1967 أيام اقترح الوزير الإسرائيلي يغتال ألون يقترح الوزير الإسرائيلي يغتال ألون عملية ضم غور الأردن إلى دولة الكيان الصهيوني، ولكن لم يتم التجاوب معه من هذه الأيام. شو اللي صار جديد وعادت هذه طرح هذا الموضوع إلى الواجهة هي الانتخابات الإسرائيلية. صارت عام 2019 شهر 4 انتخابات، عجز حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يأخذ أغلبية مريحة حتى أنه يشكل حكومة، وصارت انتخابات ثانية بشهر 9 عجز أنه يحقق حكومة مريحة، أغلبية مريحة أنه يعمل حكومة ثانية. فالآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عليه 3 قضايا فساد، فهذا الشخص خايف أنه يتحول للمحاكمة، فالآن بده يحاول يحافظ على الحصانة الدبلوماسية بحكم موقعه كرئيس وزراء قد ما يقدر، ولكن في ظل المنافسة الشديدة ما بين حزبه وحزب أبيض أزرق برئاسة الجنرال الصهيوني غانتس فهو مش قادر يحقق أغلبية. بالأخير وصلوا هم لنظام مداورة، اختصام السلطة لمدة زمنية مثل ما صار عام 1982 و84 بين شمعون بيرز وإسحاق شمير، ولكن لحد الآن الحكي هذا ما بحميه. فبالتالي هو طرح موضوع ضم غور الأردن حتى يرفع السقف السياسي بالمنافسة ما بينه وما بين منافسه الجنرال غانتس. الجنرال غانتس رئيس حزب أزرق وأبيض كان رافض فكرة الضم، وكثير من الإدارات الأمنية بالكيان الصهيوني مثل رئيس جهاز الشباك ورئيس الأركان رافضين هاي الفكرة لأنها راح تعمل لهم مشاكل مع دول بالإقليم، ولكن بنيامين نتنياهو توجه إلى هذه الفكرة لرفع سقف السياسي أمام المرشحين. طبعا بالأيام الأخيرة الجنرال غانتس قال احنا راح نضم غور الأردن ولكن بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تمام؟ فالآن الدولة الأردنية والدولة الفلسطينية رفضوا عملية الضم رفض قاطع، لأنه لنفس الأسباب ما بين الدولتين. أول إشي هاي الدولتين إذا صار عملية الضم راح يصير ما في أي تواصل جغرافي ما بين الدولة الفلسطينية أو الدولة الأردنية إلا ما بين جسر الأمير محمد وجسر الملك حسين، فبالتالي راح يتم خنق الدولة الفلسطينية خنق جغرافي، وما راح يصير إلا وراح تصير إلها تبعية اقتصادية للكيان الصهيوني. إضافة إلى ذلك راح تصير تبعية سياسية للكيان الصهيوني، وسيكون هناك إجراء عمليات ترانسفير وتهجير للفلسطينيين الموجودين في هذه المناطق، وخطط لنقل أكثر من 1,000,000 مواطن من الكيان الصهيوني إلى هذه المناطق. فالأردن الرسمي كان رده صريح أنه لن يرسم حدود مع أحد ولن يجنس أي شخص إذا صار ضم غور الأردن. الدبلوماسية الفلسطينية كانت واضحة وصريحة وعملت مهرجان حاشد في مدينة أريحة رافضة لعملية ضم غور الأردن. عملية ضم غور الأردن هي عملية يعني نابعة أو مشابهة للي كان يعمل فيه الاستعمار البريطاني في الدول الأفريقية ودول أمريكا الشمالية.
يعني اللي كانت تسويه للإمبراطورية البريطانية في جنوب أفريقيا، في شعب الكاب، كان اسمهم شعوب الناس العايشين بجنوب أفريقيا اسمهم شعب الكاب. هذه كانت هي كانت تسوي الإمبراطورية البريطانية، كانت تقوم بمصادرة أراضيهم ومصادرة مواردهم مثل ما بصير الآن بغور الأردن، ومن ثم استعباد الأشخاص الموجودين هناك الموجودين في هذه المنطقة. فالآن إحنا كثير الآن بنشوف اعتراضات واحتجاجات وانتقادات للقوانين الاستعمارية، وأهم هذه القوانين الاستعمارية قانون الأبرتهايد، قانون الفصل العنصري اللي قامت فيه الإمبراطورية البريطانية في جنوب أفريقيا، إضافة إلى ذلك في قانون مكافحة تمازج الأجناس اللي قامت فيه أمريكا في أمريكا الشمالية. هاي القوانين كانت تعمل على تقسيم الناس وعلى تصنيف الناس ضمن تصنيفات عنصرية. طبعا هذه الأفكار نابعة من آراء ومعتقدات فلاسفة موجودين بالغرب كانوا يعتمدوا على نظرية اسمها الوايت مانز بيردن، يعني نظرية عبء الرجل الأبيض. وهذه النظرية قسمت الأجناس البشرية، عملتهم على شكل هرم، طبعا في رأس الهرم الجنس الأبيض والجنس الآري، وهذا الجنس في عليه عبء انه يطور الناس الموجودين في الكره الارضيه، انه هذا الجنس هو الوحيد المتقدم، الناس العايشين في الكره الارضيه هذول ناس همج او برابره. فبالتالي صارت افكار الاستعمار وافكار الاستيلاء على الاراضي المستمده اللي قاعد بيستمدها الكيان الصهيوني في ضم غور الاردن والاستيطان وضم الاراضي الفلسطينيه واغتصاب الاراضي من الفلسطينيين، صارت مستمده من هاي الافكار. احنا قاعدين بنشوف الان كثير من الاحتجاجات وكثير من المظاهرات في دول العالم، في مثل مدينة باريس، مدينة لندن، مدينة زيورخ، إضافة إلى المدن الأمريكية. طبعا الآن كثير من المظاهرات بتصير المدن الأمريكية بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد. طبعا مقتل جورج فلويد هاي القشة التي قسمت ظهر الباية، هذا من أول كان في احتقان داخل الشعوب الأجنبية والشعوب العالمية نتيجة التهميش والتحقير من قيمتهم كبني أدمين. شفنا الآن الإجراءات اللي كانوا يسووا فيها، كيف إنهم حطموا تمثال تاجر العبيد اسمه روبرت ميليغان، هذا كان له تمثال على باب بلدية لندن، كيف إنهم حطموه، وبالتالي السلطات البريطانية شالته وتنصلت من تاريخه لأنه كان تاجر عبيد وكان له مزارع تبغ بجامايكا. يعني شوف اللي كان يصير بجنوب أفريقيا ويصير بجامايكا نفس اللي بيصير الآن بفلسطين، تمام؟ إضافة إلى تاجر عبيد آخر اسمه إدوارد كولستون، هذا تم تحطيم تمثاله ورميه بالنهر في مدينة بريستول البريطانية. فهذا دليل لتعبير لأنه كل الشعوب العالمية بدأت تنتقد العنصرية والإجراءات العنصرية اللي قاعدة بتقوم فيها بعض الدول المستمدة هذا الإرث من التاريخ الاستعماري. وهذا دليل على أنه الأفكار الاستعمارية وأفكار تمايز البشر الآن ما صار لها قبول بأي مكان من دول العالم. شكراً لكم على الاستماع.